مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرة تمثيل المثل ونحن هنا في مدينة تعز. أخي خالد الآن هيقوم بتمثيل المثل، وإن شاء الله أنه واحد من الشباب يفهم المثل ويجيب هذا المثل. الأخ خالد هيقوم الآن بتمثيل المثل بشكل صامت. يلا تفضل معنا الأخ هذا، ركز المشهد. فضل. اسمك؟ اسمك أخي؟ نصر الدين نبيل. نصر الدين نبيل. نصرك يا نصر. تعال يا نصر، خليك جنبي. أيوه يلا ركز. نصرك يا نصر، هتمثل لك تمثيل صامت. هو مثل شعبي معروف عندكم أنا في تعز. بدي لك بالصامت. خيط الثياب. إبرة. عشر إبر. 20 30 40 50 60 70 80 90 100. عشر. تقطيع. ايش المثل؟ ايش المثل؟ ركز. عشرة يحش. عشرة. مية. يخيطوا. مية إبرة. مية إبرة يقطعوا. ما عرفت الاخ، قلت لي اسمك. شوف شوف الحاج، شوف الحاج الاخ نصر الدين. ما عرفش. تعال يا حاج، قرب يا حاج. تعال يا حاج، تعال جنبي انا. تعال عشان تركز. ايوه ها، خليك شويه علشان تظهر يا حاج. ايوه ها. الف صبره ما يجي. الف ايش؟ الف صبره. صبره ابره. ها ابره ما يجي صبره. المثل يقول، والمثل الثاني ايوه يقول لك الف ابره ما تجي شميز. ما يجي شميز. شميز. ايوه بدري ركز. ها شريم. ها شريم. ايوه ايوه. ايش المثل؟ المثل الثاني ما يجي شريم. عيده كامل من اوله. ها الف صبره ما يجي شريم. الف ايش؟ صبره. ما علينا من الصبره. ألف, 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 الف ابره ما يجي شريم. شريم ولا 100 ابره. كيف يا خالد؟ ايوه 100 ابره ما يجي. ما يجي شريم. 100 إبرة ما يجي شريم. إجابة سليمة يا شباب، تحية. اسم الوالد؟ اسمك أحمد محمد سعيد العماري. العماري من وينه؟ من صبر. من صبر. أيوة. الوادم. أيوة. يا سلام عليك. أستاذ حسين سعد الله يبارك فيك. معك الآن، شوف يا عم محمد. حيا هذا اللي هنا 60,000. أتخذ لك 30,000. 30,000 هذه لك. طيب. في جيبك مصروفك رزقك من صباح الصبح. شكرا. وثلاثين ألف الباقية بتروح معانا تمثل المثل نفسه هذا. أيوة. تمثل مثل ما مثل خالد، أنت تمثل الآخرين. طيب. تمام. طيب. عد لك 30. يا سلام. هذه كم بيدك الحين؟ خمس. هذه 30. 30,000. 30,000. أوكي. هذه بجيبك. بجيبك. يا سلام عليك. أها. وهذه الآن في ظرفك، نتوكل بتمثل. مثل المثل مثل ما قال. اذا ما مثلت صح بايخصم من رصيدك. طيب. جاهز؟ وان مثلت صح بتحصل هذاك مبلغ من هنا. طيب. مستعد؟ طيب. عم محمد مستعد. يلا. أوكي. بسم الله. يدك وكلنا. يلا يلا. جمهورنا الحبيب، وصلنا الى المرحله الثانيه من تمثيل المثل. اخي نزار، نتعرف عليك. نتعرف على الاخوه المتسابقين معنا. تفضل. صادق الوسيط. صادق الوسيط. محمد حمود المفلحي. محمد حمود المفلحي. عبد الله علي لطف. عبد الله علي لطف. إذن العم محمد الآن أحمد ولا محمد؟ أحمد. أحمد. إذن العم أحمد الآن بيمثلنا المثل بطريقة صامتة، نفس الأداء اللي أدى لك أول أخي خالد. تفضل يا عم أحمد من غير ما تتكلم. أدي لهم المايك علشان أي واحد القطل هو مثل. أول حاجة كيف يا عم أحمد؟ مثل. ها؟ إبرة. ايوه ألف. مية إبرة ما تساوي شريم. كيف؟ مية إبرة ما تساوي شريم. الله الله الله. كيف جبتها؟ كيف جبتها؟ ها؟ كيف المثل؟ طيب ايش احنا ما هو المثل؟ المية اللي إبرة. أنا أشيل ايش احنا؟ المثل اسمع معناه. معناه تفضل. يعني يخيط الحقل ذا بالابر، ولكن ابره ما تنفعش،
ويقص إبرة ما تسوي 100 شريم. هذا اللي دخل باقلي. اسمك أنت قلت لي؟ عبد الله علي لطف. العم عبد الله علي لطف قال 100 إبرة ما تسوي شريم. طيب يا عم عبد الله، هو المعنى أعتقد أنا إنه المعنى إنه إذا جيت تصلح حاجة بشيء بديل هو ما يصلحش مهما كان، ما يصلحش. يعني لو جمعت 100 إبرة، لو جمعت 100 إبرة علشان تصلح عن شريم ما يرجع عن شريم. إذا إيش قلت أنت المثل هو؟ 100 إبرة ما تساوي شريم. كيف يا أخي خالد؟ أدها. جابها. جابها. إذا أنا كيف نعمل؟ أنا الآن معه هنا 20,000 ريال. أدها يا عم أحمد 20,000 للوالد. رزقه. 10. وهذه كمية؟ كمية كمية يا عم أحمد؟ قرب لها الميكروفون يا نزار. 40,000 ريال. هذا من قناة شباب. ها؟ من قناة شباب. أيوة 40,000. 40,000 ريال. رمض. أربعين ألف. تحية للوالد. تحية لك. خليك معنا. إيش السلاح؟ لحظة عاد هنا مختيم. تعال تعال. خلاص. مستعجل يشتري المقاضي. ناوي يعيد من ذا الحين. وأيضا تحية للوالد اللي جاوب على المثل. وحظ أوفر للبقية. Thank you.